Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, allez chauffer la correction de l'exercice 1 pour les élèves du premier bac sciences maths, tâche d'IEL physique, la rotation d'un corps solide. Donc, cette semaine, la poule unifiée à deux gorges. Et d'ailleurs, je vous Quelque une poule à deux gorges, deux rayons. Et d'ailleurs, les deux gorges. Vous avez la gorge l'oulania. Le rayon ديالها هو 2,5 والغورج الكبيرة اللي لو رايون ديالها R1 كيساوي 2 فوا R2. Pour la première question, قالك calculer delta theta, l'angle de rotation de la poulie lorsque celle-ci tourne de n égal à 2 tours. إذا pour la première question, غادي نحاولو نحسبو delta theta شحال كتساوي. في الأصل delta theta كتساوي 2 pi fois le nombre de tours. Fois le nombre de tours. Donc, on a le nombre de tours. Il a besoin de changer le radian. Ça nous donne 2π. Et ce qu'on a droit à faire, c'est 2π. Il donne le nombre de tours. Attendez, on a le nombre de tours ou 2. Il donne quand dire 2π fois 2. Il y a 4π. Il y a 12,56 ou même 6 radian. Voilà. Ça c'est pour la première question. Nous avons la deuxième question. Quel calculer les déplacements x1 et x2 des solides S1 et S2 respectivement lorsque la poulie fait une rotation d'angle delta theta. Donc, il est d'artlina had la poulie hadi. Had la poulie hadi kamla. Il est d'artlina ou had la rotation d'angle delta. Ça veut dire d'artlina, b'tnash fois 56 radian. Il est d'art, b'tet sa dor, b'zawiya, b'tnash fois 56 radian. Il est had la البوزيسيون ديال x1 و x2 غادي يتبدلوا. اذا الا خدينا مثلا شي x من هاد السوليد من هاد s1 راه غادي يتشونجا، حيت الا دارت هاد لابولي هذا غيطلع الفوق وهذا غيزيد هذا يهبط لتحت، فهمتوا؟ دونك هاد لابولي هادي اللي دورناها هكا هادي غتطلع الفوق وهادي غتهبط لتحت. قال لك حنا خصنا نحسبوا داك الديبلاسمون، يعني x1 مثلا كانت هنايا غتولي هنايا، قولي لنا يعني الديبلاسمون شحال غيكون. دابا pour la deuxième question، شنو هو الديبلاسمون في الاصل؟ راه هو دلتا اس، هو دلتا اس. ودلتا اس شنو هي؟ راه هي اغ، حنا غنبداو باللولانيه، اذا فوا اوميغا. هما طالبين لنا اكس ان، دونك بلاص ما نديرو دلتا اس نديرو اكس ان. اذا اكس ان كتساوي اغ ان فوا اوميغا. هنايا علاش ما درتش اوميغا واحد؟ حيت هنايا كون في فوايي عندي غورج الاولانيه والغورج الثانيه عندهم ميم اكس، دونك الا كان عندهم ميم اكس فراه غتكون عندهم ميم فيتاس اونغولير. دونك فوالا، هادشي ايكيفا دير كو دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك. اذا اكس ان كتساوي ار ان، هما عاطينها لنا هي 2 فوا ار 2. ار 2 هي 2.5، اذا 2.5 هي 5 سنتيمتر. ولكن هنا دلتا اس كتحسب بالمتر ماشي بالسنتيمتر، اذا غنضربو في 10 على بيسونس موان 3 باردون موان 2 فوا اوميغا. انو لي زامي دابا لي درت في، دونك هنا ما غاديش تكون اوميغا، غادي تكون دلتا تيتا، حيت عندنا دلتا اس. اذا دلتا تيتا هي حسبناها خرجت لينا 12.56. اذا الى حسبنا هادشي غادي يعطينا 0,628 متر. حسبنا دابا غير بالنسبه لاكس 1، دابا ندوزو لاكس 2. بالنسبه لاكس 2 ميم شوز، غنديرو دلتا اس كتساوي ار 2 فوا دلتا تيتا. هنايا دونك اوميغا، هنايا بالنسبه لدلتا تيتا علاش ما غاديش تغير؟ حيت راه هاد لي دو غورج كاينين في بولي وحده وبولي كدور، اذا ما عندهاش تغيير. اذا هادشي ايكيفوا دير كو اكس 2 كتساوي ار 2 فوا تيتا تيتا équivaut à. Et dans l'application numérique, x2 égale r2 n'a 2,5
il y a idem 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois delta theta lié à 12,56. Idem il a حسبنا هاد الشيء. Il a حسبنا هاد الشيء غادي يعطينا idem 0,314 m. Deuxième question 3. Galk établir la relation littérale existant entre les déplacements x1 et x2. Donc on va faire une relation de la relation qui est jumelée entre x1 et x2. إذن x1 شنو قلنا كتساوي x1 كتساوي r1 فوا تيتا تيتا دلتا تيتا اي x2 كتساوي r2 فوا دلتا تيتا. إذن هنايا r1 شحال غتكون كتساوي r1 غادي تكون كتساوي x1 سور دلتا تيتا. هاد R1 راه عاطينا هنايا بلي راه كتساوي 2R2. إذا ممكن نديرو هنايا بلي R1 راه هي 2R2 اللي كتساوي X1 سور تيتا دلتا تيتا. إذا هنا R2 غادي تكون كتساوي X1 سور دلتا تيتا فوا 2. مزيان. إذا نجيو هنايا دونك من هادي غنتقلو لهنايا فاش غادي تولي دونك هنا شنو غادي نكتبو دونك غادي نكتبو هنايا x2 وبلاصه نكتبو r2 غنكتبو هادشي اللي هو x1 سور دلتا تيتا فوا 2 دلتا تيتا. دونك هنا هادي غتمشي لنا مع هادي غادي تبقى لينا x2 ايغال x1 سور x2 فوالا. اذا ها هي لا ريلاسيون اللي كتجمع لينا ما بين x2 و x1. ممكن نكتبوها بهذه الطريقه ممكن نكتبو بلي x1 راه كتساوي لينا 2x2. المهم بحال 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 هادي بحال هادي. دابا ندوزو لا كاستيون المواليه. قال لك ايتابليغ لا ريلاسيون اكزيستون اونتر لا فيتيس دو سوليد S1 اي سيل دو S2. دابا غادي نجبدو واحد العلاقه اللي نلقاو فيها نلقاو فيها لا فيتيس ديال S1 و S2 بجوج. اذا بور لا كاتريام كاستيون إذن هنا تنهضرو على الفيتيس. إذن عندنا في إيكال في أن إيكال لو غيان إر أن فوا أوميغا. إذن هنا أوميغا راه غنخليوها هكا راه ديجا قلتها ليكم في الأول حيت عندنا هنايا هاد لي دو هاد لي دو كورج هادو عندهم ميم أكس ولا كان عندهم ميم أكس دونك غتكون عندهم ميم فيتيس أنكولار. دونك عندنا في أن كتساوي إر أن فوا أوميغا إي في دو كتساوي إر دو فوا أوميغا. ميم شوز غادي نستعملو هنا هي R1 غتكون كتساوي V1 سور أوميغا و R1 راه هي 2R2 اللي كتساوي V1 سور أوميغا. إذا هنا R2 غادي تساوي لينا V1 سور أوميغا فوا 2. غنجي هنايا غادي نعوض من هادي غادي نعوض هنايا. إذا غتولي عندي هنايا V2 كتساوي R2 اللي هي V1 سور أوميغا فوا 2 أوميغا. دونك هنايا أوميغا غادي تمشي لينا مع أوميغا غادي تبقى لينا V2 كتساوي V1 سور 2 إي فوالا حنا لقينا لا غولاسيون. ممكن نكتبوها بهاد الطريقة هادي ممكن نكتبوها كوم سا V1 كتساوي 2V2 فوالا. إي كوم سا لي زامي غادي نكونو سالينا هاد ليكزارسيس هذا. جيسبيغ إن شاء الله تكونو فهمتو بزاف.